السلام عليكم. في غضون أيام وبعد أن كان العالم قرية صغيرة، صار وبفضل كورونا دولاً مغلقة ومنعزلة، بينما يقرب من 130 ألف حالة إصابة في العالم بهذا الوباء الذي بدأ بالصين. تبرز إيران كواحدة من أكبر البؤر العالمية المصدرة لهذا الوباء بواقع 11 ألف حالة إصابة تتركز جلها في مدينة قم التي تعج بالمزارات الدينية. وبلغت حصة الوطن العربي من هذا الوباء نحو 900 إصابة، كثير منها مصدره إيران. حمله معهم زائرون عائدون إلى بلدانهم وخصوصاً في دول الخليج العربي والعراق. وسط هذا الجو العالمي الملبد بالقلق تثور شكوك بأن دولاً عربية عدة لا تفرج عن بيانات حقيقية عن أعداد المصابين فيها كمصر، وأخرى لم تعلن أصلاً عن وجود أي إصابة كسوريا. شكوك تقود إلى السؤال عن سبب تكتم بعض الدول العربية عن أعداد الإصابات فيها، وعما إذا كان تحول إيران إلى ثاني أكبر بؤرة لوباء كورونا من شأنه أن يؤثر على الأمن الصحي للدول العربية، وهل يمتلك العرب بنية طبية مؤهلة للتعامل مع هذا الوباء؟ كورونا والأمن الصحي العربي هو ما تبحثه حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. مع كل الإجراءات الاحترازية والحواجز التي وضعتها دول العالم بوجهه، يواصل فيروس كورونا تسجيل إصابات جديدة كل يوم لتتجاوز 100 ألف إصابة حول العالم حتى الآن، بينما تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز 4000 وفاة. بدأ فيروس كورونا رحلته غير المرحب بها في العالم من مدينة ووهان الصينية، لينتشر بسرعة هائلة من بلد إلى آخر ويدخل الرعب على سكان الأرض وبشكل جدي، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه وباء عالمي، وأن المنظمة قلقة للغاية إزاء مستويات التفشي وخطورتها ومستويات انعدام التحرك في العالم. فيروس كورونا وصل إلى 121 دولة وإقليما خارج الصين، لكن أهم محطاته كانت في إيران التي أصبحت من أكبر بلدان الشرق الأوسط تسجيلا للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، إذ بلغ إجمالي حالات الإصابة فيها أكثر من 9000 إصابة و354 حالة وفاة. وبحسب الرئيس الإيراني روحاني، فإن جميع أقاليم إيران تقريبا أصيبت بالفيروس. أما منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت أن فيروس كورونا بات متفشيا بشكل كبير في إيران، محذرة من قلة التجهيزات الوقائية، وقالت أيضا إن الوضع لم يعد سهلا. ضعف النظام الصحي وعجزه في إيران وعدم قدرته على احتواء الوباء، فضلاً عن إخفاء الأرقام الحقيقية من قبل السلطات الإيرانية، فاقم الأزمة وساعد على انتشار الفيروس إلى الدول العربية المجاورة لها، والتي لا تقل هشاشة في نظامها الصحي عن إيران، كالعراق الذي لم يغلق الحدود مع إيران بشكل جدي، ولا يزال يسمح بدخول الإيرانيين دون أي إجراءات صارمة للحد من انتشار المرض، ليسجل بذلك نحو 80 إصابة إلى الآن. أغلب الدول العربية التي أعلنت عن وجود إصابات فيها كانت لأشخاص قادمين من إيران لينتشر بعد ذلك في مدنهم، فأعلنت قطر عن تسجيل 262 حالة، وسجلت البحرين 189 إصابة. وقالت وزارة الصحة البحرينية إن حالات جديدة كانت من بين 165 شخصاً من المواطنين الذين تم إجلاؤهم مؤخراً من إيران. وسجلت مصر 67 حالة و74 حالة في الكويت، بالإضافة إلى 74 حالة في الإمارات. وهكذا انتشر الوباء في الدول العربية كالنار في الهشيم. العالم بدوله الكبرى وغير الكبرى أصبح يتأرجح بين التهويل الذي يقض مضجعه، وبين التطمينات التي تطلق هنا وهناك بأنه لا يزال من الممكن السيطرة على الوباء وتخفيف من انتقال العدوى، ليبقى التحدي الأكبر قائما أمام تلك الدول في الصمود بوجه هذا الوباء وكيفية القضاء عليه.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو كل من الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، والأستاذ عمرو عادل الكاتب الصحفي، وعبر الشاشة من اسطنبول الدكتور محمود صابر استشاري التحليلات الطبية والميكروبيولوجية، وعبر سكايب سينضم إلينا من بيروت بعد قليل سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا معك من اسطنبول دكتور محمود، يعني الحديث عن العرب في هذه الحالة لابد أن نبدأ به بالحديث عن إيران. الحديث عن العرب لابد أن نبدأ به بالحديث عن إيران، وهي الآن البؤرة التي تصدر هذا الوباء للدول العربية. هل من سبب صحي معروف لديكم عن سبب تفشي هذا الوباء في إيران بهذا القدر الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية احنا لو امبارح بس أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض كورونا أصبح وباء عالمي. وباء عالمي غير كان قبل كده الناس عمالة تقول في أعداد هنا في أعداد هنا، لا، تصريح رسمي أمس فقط من منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا أصبح وباء عالمي. كلمة وباء عالمي هي لا تعني أن المرض خطير، ولكن هو في انتشار يهدد العالم أجمع. موضوع بقى أنه هو موجود في منطقة غير منطقة أو منتشر في منطقة بكثافة أكثر من منطقة أخرى. لو بصينا الموضوع أولا في موضوع الوطن العربي وإيران وبقية الدول الغربية أو الصين، بتختلف المسألة بسبب الشفافية عند هذه الدول وإعلان والمسؤولية الحقيقية نحو يعني من الحكومات تجاه شعوبها ومواطنيها. فناس بتصرح بالأعداد الصحيحة والأرقام الصحيحة، وناس لا يكون عندها شفافية. بالنسبة لإيران، هي تعتبر ثاني دولة بعد الصين لتفشي وباء بقى كورونا، مش هنقول مرض بعد كورونا. إيطاليا تقصد؟ بعد إيطاليا، بعد إيطاليا بالفعل، أولا الصين وبعدين إيطاليا وبعدين إيران. إيران رغم أن إيران ظهر فيها الحالات قبل إيطاليا، ولكن إيطاليا العدد فيها والكثافة فيها أكثر. لو شفنا عدد الإصابات في إيران 6566، في إيطاليا 7000. أول دولة كانت الصين، ثاني دولة كانت كوريا الشمالية. لكن دكتور كوريا الجنوبية، هذه الأرقام قليلة نسبيا قديمة، يعني الآن في إيران 11000 الإصابة اليوم في إيران مسجلة. حتى 11000 هي برضو في المرتبة الثانية بعد إيطاليا. نعم. نسبة الوفاة، نسبة التعافي في الصين بدأت ترتفع، مات في الصين 3120، يعني نسبة حوالي 3.9. في كوريا مات 53، حوالي 7%. في إيطاليا مات من 366، حوالي 5%. في إيران 6566 اللي هي كانت قبل كده، مات حوالي 194، حوالي برضو حوالي كم في المية مرتفعة النسبة في إيران حقيقة، مرتفعة في إيران قياسا بأعداد حوالي المصابين. 20% من المصابين حدث لهم وفاة. النسبة ديت فعلا زي ما نقول عالية جدا. والنسبة ديت أولا إيران عدم وجود شفافية، في إصابات حصلت في إيران ولم تعلن عنها، المواطنين الإيرانيين. لكن دكتور محمود، أرجو المعذرة، ليس سؤالي عن الأعداد الحقيقية، وهذا ربما أبحثه مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ نور، ليس الآن بعد قليل، إنما سألتك عن هل من سبب طبي وصحي مرتبط بهذا الارتفاع الكبير بأعداد الإصابة بإيران مثلا؟ هل له علاقة بفساد إداري، بضعف البنية الطبية؟ هل له علاقة بفتح الحدود؟ هل ثمت سبب طبي يعني يمكن أن تشرحه لنا باختصار من فضلك؟ السبب الأساسي في انتشار هذا المرض هو عادات طبية سيئة، عدم النظافة الشخصية دي سبب رئيسي، الاختلاط والاحتكاك والتقبيل والسلام والقبولات هذا سبب أساسي. نعم. عدم الشفافية نفسها من الحكومة نفسها بالإصابات ده. نعم. سبب أساسي، لأن أنا بقول لحضرتك فترة الحضانة بتاع المرض كانت 15 يوم، فممكن المريض يكون مصاب في وينقل العدوى للمجاورين له والمخالطين له ولا يعلم أحد. الحمد لله الآن بعد كانت 15 يوم، دلوقتي نجح العلماء أن هم يكتشفوا المرض خلال 5 أيام، يعني فترة الحضانة الآن أصبحت 5 أيام فقط، فدي بتحد إن شاء الله شوية من عدد الإصابات. فزي ما بنقول عدم الشفافية لهذه الحكومات، تنقل وترحال الإيرانيين، عدم الإعلان
عدم استخدام غسل الايدي بالميه والصابون وعدم اذا بقول لك العادات الموجوده اللي المفروض ان هي يعني اذا حتى الحديث اذا كنت في بلد وفيها وباء فلا تخرج منها واذا كنت فيها لا خارجها لا تدخل فيها. فهي عزم تطبيق هذه الاشياء بيعمل على انتشار الوباء. وضحت الصورة. يعني بعيدا عن الأعداد الحقيقية الذي سأبحثه معك بعد قليل ربما في المحور الثاني، لكن هل يكفي الحديث عن البعد الصحي الأسباب الصحية، أم أنه يمكن أن تكون هناك أسباب ما فوق صحية مرتبطة بهذا الانتشار الكبير؟ أصلا الحديث عن القضايا الصحية غير واردة هنا تماما، لأن إيران أصلا بلد محافظ إلى حد كبير، فالجانب الصحي إلى حد كبير النظافة الشخصية وكذا مراعاة. لكن السؤال بالفعل مطروح، لماذا هذا الحجم الكبير في إيران، بما أن مثلا أفغانستان، باكستان، الهند هي الدول المجاورة للصين ولها حدود ولها استثمارات ولها إلا إيران. فالقضية في إيران لها بعد سياسي ولها بعد طائفي مذهبي. لماذا دخل هذا الفيروس إلى إيران؟ أنت تعرف أنه عدد كبير من المعممين الطائفيين المرتزقة الصينيين الذين كانوا يدرسون في حوزات قم عادوا في نفس الفترة من الصين إلى قم، وعودتهم كان طبعا المرض تفشى في الصين، وكان كل الدول المهتمة برعاياها وبشعوبها أغلقت استقبال الطائرات الصينية ما عدا إيران. فاستقبلت إيران هذا العدد الكبير من محافظة ووهان الصينية، ثم جاءت هذه الأعداد إلى مدينة قم، المدينة القوم المحروسة بالملائكة، المدينة التي أنت تدخلها وعلى بوابتها لوحة كبيرة بحسب الرواية الرسمية، طبعا بحسب الرواية الرسمية واللوحات الموجودة حتى الآن. أنا إذا العالم كلها ماتت بالوباء، الوباء لا يدخل في هذه المدينة. فكانت هناك حرج شديد، ومدينة قوم يعني مدينة المركزية في المنظومة الطائفية في إيران، يعني مدينة التي سحبت بساط المرجعية من تحت نجف، وصنعت لها قداسة خاصة، ثم هناك بئر للتواصل المستقيم المباشر مع الإمام المهدي. فهذه المدينة بهذه القداسة لا يمكن أن يتم الإعلان عنها أنها مدينة تفشت فيها الفيروس. ثم بعد ذلك كان في نفس الفترة الانتخابات، فإيران كانت بحاجة إلى تغطية كل ما يعرقل قضية الانتخابات. وبالنسبة للنظام الإيراني، الشعب الإيراني 80 مليون، فليموت 20 مليون و 40 مليون لا يهم، المهم أن هذه الوجهة الطائفية تظل قائمة. فأكثر انتشار المرض كان أيام الانتخابات وعن طريق الطريقة المتخلفة في إصداء الآراء للناخبين واستعمال البصمات. ففي منطقة واحدة إذا كان واحد مبتلى بهذا الفيروس معناه كل المنطقة ستبتلى بهذا المرض. فالبعد السياسي كان حاضر بشكل مخيف، والبعد الطائفي هي هذه المشاكل كانت يعني أوضح من القضايا الطبيعية. هذا يقودنا إلى السؤال عن الموضوع الآن في الدول العربية، ودعني أتحول إلى بيروت لأسأل الأستاذة سوسن مهنا. مرحبا بك أستاذة سوسن. يعني عدد كبير من حالات الإصابة المسجلة في دول الخليج العربي والعراق، وبدرجة أقل في لبنان، مصدرها كان إيران، ولبنان وأنت فيه الآن. هل هناك شعور لدى الحكومة والشعب اللبناني بنوع من القلق بأن ما يجري في إيران بشأن كورونا تحديدا يؤثر في اللبنانيين أو سيؤثر فيهم غدا؟ مساء الخير. بصراحة قد تكون إيران هي من صدرت هذا الإرهاب الصحي إلى بيروت منذ بداية انتشار المرض في إيران. يعني استمرت الرحلات من لبنان ومن طهران إلى بيروت. أمس وصلت، أمس يعني لا زلنا نستقبل الطائرات الوافدة من إيران. أمس استقبلنا طائرة مساء آتية من إيران، يقال أنها تضم قادة إيرانيين ومع زوجاتهم، هم مصابون بالكورونا.
أكثر من هذا، تحولت مستشفيات في الضاحية الجنوبية، مستشفى الرسول الأعظم، تحول إلى مستشفى لمداواة هؤلاء القادة الإيرانيين. الذي يشرف عليه حزب الله مستشفى الرسول الأعظم؟ مستشفى رسول الأعظم هو لحزب الله. نعم. كذلك الأمر مستشفى شفاء في بعلبك هو لحزب الله. تحول هذان المستشفيان لمعالجة هؤلاء القادة الإيرانيين. دخلوا خلصة إلى لبنان، طبعاً لم يتم فحصهم على المطار كما يجب. وصلتني فيديوهات تصور السيدات وهي داخلة دون فحص، دون رقابة صحية. كان في استقبالهم أحد الوزراء أو اثنين من الوزراء في الحكومة اللبنانية. هذا يدل على الاستهتار، يعني ما زالت الحكومة اللبنانية تستهتر بصحة اللبنانيين. أكثر من هذا، عندما بدأ وفود المرض أو الوباء إلى لبنان، طلب من وزير الصحة أن يوقف الرحلات، يعني شيء بسيط، إيقاف الرحلات من بيروت وإلى طهران وبالعكس. قال بالحرف الواحد: لا داعي للهلع، وإيقاف الطائرة، إيقاف الرحلات إلى إيران يخضع لاعتبارات سياسية. إذن صحة المواطن اللبناني تخضع لاعتبارات سياسية. إيران صدرت لنا الإرهاب الصحي بالإضافة إلى عدة إرهابات، ونحن استوردنا هذا الفيروس بكل ما الكلمة من معنى. فإذا اللبناني الآن يعيش في حالة هلع، وكل اللبنانيين في عقلهم إن كانوا مع إيران أو ضد إيران وبدون تسييس الموقف يعتبرون أن إيران هي من صدرت الوباء إلى بيروت. طيب، هذا الحقيقة أستاذ عمر، هذا ليس حكرا على لبنان، يعني بمجرد انتشار هذا الوباء في بعض دول الخليج العربي، في اليوم التالي خرجت الصحف العربية تحديدا في دول الخليج العربي إلى اتهام إيران بأنها هي من تتسبب في نشر هذا الوباء في هذه الدول. ألا تعتبر أن هذا الاتهامات يعني إلى حد ما هي مسيسة؟ هل إيران بالفعل مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نشر هذا الوباء في الدول العربية، أم أن ثمة أسباب أخرى لانتشارها في دول الخليج العربي؟ لا، أنا أعتقد أن السبب الرئيسي هي الأنظمة الموجودة في الدول دي نفسها. يعني خلينا نقول تركيا على سبيل المثال، أول ما ابتدت تظهر حالات في إيران أغلقت الحدود تماما، برا وبحرا وجوا، ما كانش في اي تعامل اطلاقا مع ايران، عملت حظر على ايران. فبالتالي لان انت عندك دوله فيها مؤسسات وعندها خطط لمواجهه الطوارئ، فقدرت تاخد الموقف ده. وعلى المستوى الصحي، يعني انت عندك مسارين، مسار سياسي ومسار صحي. انت عشان تقدر تقاوم المرض، انت ازاي تمنعه وازاي تسيطر عليه، تمام؟ المنع ربما يكون صعب لان الصين اتاخرت في الاعلان، فبالتالي حصل انتشار بشكل ما، لكن القدره على السيطره هي اللي بتبين قدره الدوله على العمل. الصين زي ما شفنا ابتدت الاصابات تقل ويحصل نوع من الكنترول، سيطره، حصل سيطره في الصين. نعم. نفس الكلام، ايطاليا اغلقت كل الحدود، قفلت كل المدارس. اذا الدوله عندها القدره على الفعل للسيطره. لكن تعال شوف الدول العربيه مثلا، الاستاذه سوسن بتقول ان كان في امبارح ناس جايين، يعني الدوله مش متماسكه وفيها حاله سيوله للدرجه ان يمكن يحصل اختراق. فبالتالي كان في، لو كانت احنا بنمتلك دول حقيقيه في كل المنطقه، كانت خدت قرار وبتحمي شعبها بالمنع الكامل للتعامل مع ايران بعد ما ظهر الحادث ده. لكن ده ما حصلش، دول الخليج ما حصلش. مصر كانت بتستقبل رحلات من الصين، المركز الرئيسي للفيروس. اذا فانا يعني اذا كنت في طبعا اي صراع، كل واحد بيحاول يستخدم ادواته. فكره ان ايران بتحاول تصدر المرض ربما يكون صح وربما يكون لا، لكن الحقيقي والمؤكد ان الانظمه العربيه لا تهتم بشعوبها ولم تقم باي اجراءات مضاده للكلام ده. وكمان هي القاعده الصحيه عندها والمنظومه الصحيه ضعيفه جدا لدرجه انها ما بتقدرش، معظمها طبعا، في بعض الدول عندها بعض قدر زي الكويت مثلا عملت بعض الاجراءات، لكن بقيه الدول الوضع في المنظومه الصحيه والخطط التي يعني تبنى عليها الحمايه اعتقد مش موجوده تماما. دعنا نؤجل الحديث عن البنيه الصحيه الى الجزء الاخير من هذه الحلقه، لكن انت تحصر الموضوع في الترهل السياسي. نعم. والترهل. نعم. الاداري طبعا يعني. طبعا. طيب، سنبحث هذا. مشاهدي الكرام، نواصل الحديث في هذا الموضوع بعد فاصل قصير. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي.
أسعدكم الله. ما زلنا سويا في الحديث عن الأمن الصحي العربي في ظل انتشار حمى كورونا عبر العالم. أستاذ نور، الآن إيران على حدود العرب وفيها الآن مسجلة حتى الآن يعني 11 ألف إصابة، هل خوف الدول العربية من تمرير هذا الوباء أو مروره انتشاره إلى الدول العربية من إيران، هل هذا خوف مبرر؟ وإذا كان كذلك فلماذا؟ أنا أتصور أن هذا الخوف بعد خراب بصرة. الآن الفيروس انتشر إلى العالم العربي، إيران صدرت الفيروس، ليش تم تصدير هشاشة الأنظمة العربية كما أشار الدكتور عمر؟ في كل الأنظمة العربية هناك لوبيات تخدم المشروع التدميري في المنطقة التي إيران أداة من أدواتها. كل الشعوب أو المرتزقة الإيرانيين في كل الدول العربية في المنطقة كانت تدخل إيران من غير ختم الدخول إلى إيران ومن غير ختم الخروج من إيران. هذا الحديث ليس حديث ساعة، هي حديث قرابة عقدين من الزمن. أين كانت الأنظمة هذه؟ لماذا لم تستطيع أن تراقب هذه الحركات المشبوهة؟ إذن كانت هناك لوبيات تخدم هذا المشروع، هذه اللوبيات الآن شغالة، والناس الذين دخلوا إلى هذه الدويلات العربية كلها، دويلات الخليج على الوجه الأخص، كلها دخلت إلى إيران وعادت من إيران من غير أن تكون هناك ما يثبت دخولها وخروجها إلى إيران. ما زالت الآن مواطنين بحرينيين أكثر من 1000 في مدينة مشهد ممنوعين من الخروج، وهناك مواطنين من دول أخرى. فتصدير الفيروس إلى العالم العربي حصل، تفشيها بشكل أكبر وارد جداً لأن المنظومة الأمنية هشة في هذه المنطقة، ثم الحدود واسعة. ترى مثلاً إيران، بين إيران وباكستان هناك 950 كيلومتر مربع، كيلومتر الحدود البرية وحدها غير الحدود البحرية، لكن دخولها تم، الحدود أغلقت، فتم فقط حالتين دخلت من إيران إلى باكستان. فقضية انتشارها وارد وبشدة. اليوم الحقيقة يعني أستاذ نور، اليوم قرأت تقريرا مترجما عن وكالة تسنيم، وهي وكالة شبه رسمية كما تعلم، أن نائب رئيس جامعة العلوم الطبية في قم يقول أن قم لوحدها، مدينة قم، تحوي أكثر ما بين 10,000 إلى 11,000 أو 12,000 إصابة. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التقرير دقيقا؟ يعني هذا يتناقض مع الرواية الرسمية التي تقول أن كل إيران لم تتجاوز 11,000 إصابة. أصلا في إيران قبل دخول كورونا سقطت المنظومة الأخلاقية، ليست هناك أي شفافية بين الأنظمة الجهات الرسمية والشعب، بالتالي ليست هناك ما يعني يؤكد صحة أي الإشاعة أو كذا. لكن الإحصائيات غير رسمية تتحدث عن أكثر من 25 حالة إصابة كورونا في إيران، وأكثر من 2000 حالة وفاة، هذه تتحدث فيها كثير من وأنا أتوقع أن الأيام القادمة سترى، يعني الآن الإحصائيات التي كانت إيران تقدمها قبل يومين غير إحصائيات اليوم. اليوم الجهات الرسمية تتحدث عن قرابة 1000 حالة اليوم زادت في الإيش، يعني إحصائيات بدأت تزداد. ليش؟ لأنه إيران الآن بحاجة إلى دعم من صندوق النقد الدولي، وقدم الطلب بخمسة مليارات دولار الدين. فبالتالي حتى تحصل على هذا سترى أن أيام القادمة وتيرة الإحصائيات الرسمية كذلك ستزداد. أما أنه عدد المصابين في إيران شيء مخيف، لأن أصلا المستشفيات في إيران رفضت أن تستقبل الناس، كل من يشتبه بأنه مصاب يتم حجره في بيوته، هناك الدعاية على وجه كبير، والسيارات تتحرك في الشوارع كذا تطلب وترجو من الناس أن يظلوا في بيوتهم. لكن الطلب كذلك طلب سخيف، يعني كيف تطلب من شعب 80% تحت خط الفقر ويكسب قوت يومه يوميا أن يبيت أن يمكث في بيته؟ يعني إذا كان خطر الإصابة بالفيروس في الشارع 10%، خطر الموت جوعا في البيت 100%.
طيب دعني أذهب إلى بيروت أستاذة سوسن، يعني حقيقة في لبنان وسوريا تحديدا الموقف لافت، حتى الآن في لبنان أقل من 50 إصابة، بينما سوريا يعني لا يوجد فيها أي إصابة على الإطلاق أو لم يعلن عن أي إصابة حتى الآن، بالرغم من أن لبنان وسوريا هي من أكثر البلدان التي تطأها أقدام الإيرانيين. هل هناك قناعة لدى اللبنانيين، مثقفين، جمعيات، مراقبين، صحف، رأي عام، قناعة بهذه البيانات التي تصدرها الحكومة اللبنانية؟ دعني أبدأ بسوريا. حتى أمس كان وزير الصحة يقول أن لا إصابات على الأراضي السورية، كل الأراضي السورية لا إصابات، إما أن الفيروس يأتي وبقدرة قادر يتوقف عند الحدود، إما أن وزارة الصحة السورية لا تبدي ما لا يجري على أراضيها، علما أن نفس الوزير قال أنه لا يوجد مختبرات متخصصة لفحص فيروس كورونا، يعني لا يوجد عندهم مختبرات تستطيع أن تكشف هذا المرض. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال هناك أكثر من 50 إصابة توزعت في طرطوس ودمشق وإدلب والمناطق الممكن أن يتواجد فيها إيرانيين. إذن هناك إصابات، أصلاً هناك كثير من حالات الوفيات ولكن يعلن عنها بأنها تتوفى جراء التهابات رئة أو غيره من الأمراض المتناقلة. إذن الحالات في سوريا قد تكون أكثر بكثير، والخوف على الحدود السورية. هناك منطقة في البقاع تسمى المصنع، المصنع هو بوابة عبور البقاعيين إلى سوريا والسوريون إلى البقاع وبالتالي إلى لبنان. أعلنت البلديات المتواجدة على هذه الحدود أنها سوف تقفل بوابة المصنع بالقوة إذا لم تبادر الدولة اللبنانية لإقفال هذه البوابة، لأن كل اللبنانيون يعيشون حالة من الهلع، حالة من الخوف. إذا ما بقيت هذه الحدود مفتوحة على مصراعيها كما يجري الآن، هذه نقطة. علما أن الإجراءات الوقائية التي تحصل هناك من الأمن العام وكذا هي إجراءات جدا بدائية، يعني لا نستطيع أن نتكل عليها، لأن الدولة اللبنانية أصلا كانت تعاني من ضعف، من نقص بالمستلزمات الطبية جراء نحن نعيش من 17 تشرين حتى الآن. نعم. بثورة، بانتفاضة، فالبلد يعاني من نقص مستلزمات طبية قبل ما ندخل بحالة كارثة كورونا. هلق الأرقام التي تصدر عن وزارة الصحة هي بالأكيد 100% ليست صحيحة أو ليست مطابقة للواقع. حسب ما يتوارد لنا كإعلاميين أن الحالات وصلت إلى 500 حالة على الأراضي اللبنانية، لأن من يأتي من إيران إذا حسب ما يأتي، يعني حسب الإحصاءات من مستشفى رفيق الحريري الحكومي، أن كل حالة ممكن أن تعدي. لماذا تتكتم الحكومة عن الأرقام برأيك؟ طبعا تتكتم الحكومة منذ البداية، منذ البداية، لأن الفيروس مصدره إيران. طالما مصدره إيران نرحب به. لو كان مصدره الولايات المتحدة كنا أقفلنا الحدود، أقفلنا المطار ومنعنا الولايات المتحدة. يسير كل شيء في هذا البلد، يسير. من طالما أن الحكومة تعتبر أنها حكومة حزب الله، فإذا كل ما يأتي من إيران نرحب به، نستقبله، نستورده، حتى لو كان على حساب صحة. طيب. اللبناني ولقمة عيشة. طيب. نعم. أريد أن أذهب إلى إسطنبول دكتور محمود، بناء على حركة انتقال حمى كورونا الجغرافية وآلية انتقاله من بلد إلى آخر، الآن في الدول العربية 925 إصابة، هل هذا العدد كبير أم معقول؟ ثم هل هناك خطر من تفشيه بشكل حقيقي في الدول العربية؟ حقيقة يعني لو جينا قبل ما ننتقل للمنطقة العربية لإيران، زي ما حضرتك كنت بتقول إيه سبب انتشار العدوى بسرعة في إيران؟ أول في عندما ظهرت حالات إصابة فردية بمرض كورونا، أنا رأيت بعيني أحد الأئمة يقول يعني كورونا ليس يأتي من الصين. طيب. أو من وان، ولكن دكتور لو أذنت لي بسبب ضيق الوقت ربما بحثنا موضوع الأسباب، وكان يقول بس أنه يأتي من عمر وأبو بكر وعائشة، وأيضا كان آخر يقول عندما تخبط هكذا تشفى من كورونا. يعني فهذا أصلا من الجهل الذي يساعد على انتشار المرض وانتشار الوباء.
أيضا في المنطقة العربية للأسف الشديد بسبب التخلف السياسي والاستبداد السياسي اللي موجود في المنطقة وعدم الشفافية، أيضا هذا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، يؤثر على المنظومة الصحية في الوطن العربي كله، لذلك ينتشر الوباء في المنطقة العربية، ويعني أتوقع أن يكون انتشاره أكثر من المنطقة الأوروبية. ومع ذلك بسبب لماذا؟ بسبب عدم المسؤولين الحكوميين نفسهم غير مسؤولين أصلا، ولا يراعوا صحة المواطن العربي بصفة عامة في كل المنطقة العربية، عدم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي السليمة، عدم موجود منظومة صحية سليمة، حتى في الميزانيات العامة للدولة تلاقي نصيب ميزانية الصحة معدود جدا. فهذا وأيضا عدم والتخلف والجهل، الأنظمة الاستبدادية كلها تعمل على نشر التخلف والجهل، فلذلك تنتشر الأوبئة وعدم مرعاة وعدم وجود بنية صحية لمكافحة هذا الوباء، وأيضا عدم وجود إرادة أصلا لدى الحكومات ولدى وزراء الصحة. لم تجتمع وزراء الصحة لماذا نفعل في المنطقة، لم يكونوا حقيقيين عندما قالوا عدد، يعني مصر على سبيل المثال يعني يظهر منها 100 حالة تخرج للبلاد الخارجية يكتشفوا الحالات من مصر، ووزيرة الصحة تقول لا يوجد حالات في مصر، وتذهب هي مباشرة إلى الصين لتقدم الدعم. ماذا تقدم هذه وزيرة الصحة الانقلاب العسكري؟ ماذا تقدم للصين؟ هي هذا يعني هل هي يعني ذهبت لتأتي أو لتعطي له مصل أو لقاح تعالج 100 حالة التي خرجت من مصر؟ فالمنطقة العربية بأكملها بسبب تردي الوضع الصحي فيها مهددة بانتشار الوباء بصفة أكثر من الدول الأخرى. نعم، طيب أستاذ عمر، يعني شكوك كثيرة تتحوم حول الدول العربية وخصوصا دول مثل سوريا ومصر ولبنان بأنها لا تفرج عن أرقام حقيقية. طب يعني هل هذا الاتهام مجرد اتهام فقط لتسجيل نقاط على هذه الحكومات أم أنه حقيقي ومنطقي، ولماذا؟ لا، الحقيقة حقيقي، لأن قبل كده احنا شفنا أن الأنظمة بتحاول تعلن ما يعلم من قدرها. شوف حاجة التركيبة، بنية السلطة في المنطقة العربية معظم الأنظمة أنظمة أمنية، والأمنيين عموما بيبقوا صعب جدا يطلعوا المعلومات. الأجهزة الأمنية والمخابراتية عندها مشكلة في الموضوع ده، بتحب تحتفظ بالمعلومة وبتعتقد أن ده الأفضل. فلما تكون الدولة مبنية على الفكر الأمني والمخابراتي ده بيبقى دايما خروج المعلومة متأخر أو لا يخرج تماما أو بيخرج بشكل خاطئ، تراه المنظومة الأمنية في صالح النظام، ولأن في انفصال بين الشعب وبين الحكومات في كل المنطقة العربية، فبالتالي الهدف الرئيسي هو الحفاظ على شكل هذه الحكومة، فبيعلن ما يراه مناسبا مش الحقيقة. في فارق دايما بين الواقع وما يعلن. علشان كده فعلا زي ما الدكتور محمود قال، لقينا 100 حالة خارجة من مصر عندها كورونا، وكان الحكومة المصرية مصرة ان ما عندهاش حالات. فده تناقض عجيب، حتى احصائيا الكلام ده ما بينفعش، مش منطقي. في بعض الموديولز يعني الطرق اللي يقول لك الكلام ده مش ممكن يكون صحيح، لازم العدد الموجود اللي انتج ال 100 حالة في الخارج يكون اكبر. فهو فكر التفكير الامني وطريقه بنيه النظام وانفصاله عن المجتمع، انه عايش لوحده خالص، ما بيفرقش معاه الناس تموت ولا تعيش، اهم حاجه توازناته الاقليميه والدوليه، زي بالظبط في لبنان مع ايران وفي مصر مع الصين، لان في بعض المصالح اللي عايزين يبنوها مع بعض، فمش مهم دخل طيارات ودي الوزير هناك، خلي الامور مفتوحه، الناس تموت انا مش هعلن على الحقيقه. كل الكلام ده بيؤدي في النهايه للمشهد اللي احنا شايفينه، حالة غموض مش عارفين الحقيقة فين. وتلاقي ان كل الدول تقريبا العربية منعت الطيران مع مصر، برغم ان العدد الحالات اقل من دول كتير، لكن منعت مع مصر. شوف الفرق بين مصر وايطاليا، أو حتى بين ايران وايطاليا. ايطاليا دولة عملت عزل كامل، بتعلن الحقيقة كاملة، ما عندهاش مشكلة، بتحاول تواجه المرض بشكل علمي ودقيق، بعكس الدول التانية اللي احنا مش عارفين وصل المستوى فيها لفين. ايران ابتدت شوية تعلن على الحقيقة لانها مش قادرة تسيطر شوية، في يعني في سيستم موجود عكس مصر. مصر دولة يعني ما نقدرش عليها دولة، فبالتالي هنفضل. وسوريا نفس الكلام، مجرد ناس أشبه باحتلال بالوكالة، فمش فرق الناس تموت. فبنية النظام الأمنية والمخابراتية مع الفساد الإداري مع غياب المنظومة الصحية، كل ده مع بعضه بينتج فكرة التشويه أو تغييب المعلومة عن الناس وعن المجتمع الدولي. نعم، دعني أذهب إلى بيروت لكي أختم مع الأستاذة سوسن قبل أن أرجع إلى الاستوديو. أستاذة سوسن،
ربما يكون مفهوما كما تفضلت بأن السلطات اللبنانية لا تفرج عن الأرقام الحقيقية، لكن هذا لا يعني بالضرورة بأنها لا تقوم بالإجراءات المناسبة لمحاصرة هذا الوباء والسيطرة عليه. برأيك ما مدى نجاعة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية للسيطرة على هذا الوباء داخل لبنان؟ إلى الآن الإجراءات التي تقوم بها السلطات اللبنانية ليست كافية، علما أنها تقوم بأقصى ما يمكنها ولكنها ليست كافية. حتى مستشفى رفيق الحريري الذي يحتوي كل حالات الحجر الصحي كان قبل كارثة كورونا وقبل وباء كورونا غير مؤهل. الدولة اللبنانية إلى الآن لا تملك البنى التحتية كي تستوعب الحالات التي سوف تظهر يعني تباعا من هون لعشرة أيام بعدما يظهر كم عدد المصابين. الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لا زالت في بدايتها. مثلا تأخرت حتى أعلنت عن أن الوباء أصبح في مرحلة الانتشار، ظلت إلى يعني إلى يومين سابقين تقول أنه في مرحلة الاحتواء. تأخرت في أن تقفل المدارس، تأخرت في إقفال الجامعات، تأخرت حتى يعني الطرق الوقائية الناس تتداولها فيما بينها وليست وزارة الصحة المسؤولة عنها. كما قلت لك نحن نعاني من نقص في المستلزمات الطبية، يعني الدولة وأيضا لازالت تستقبل الطائرات من دول موجودة وخاصة إيران، وكما قلت لك هناك مستشفيات خصصت لمعالجة الإيرانيين. إلى الآن الدولة اللبنانية بالطرق التي حتى يعني فحص الكورونا عليك أن تدفع 150 ليرة يعني تقريبا 100 دولار بهذا الوضع الاقتصادي السيء، علما أن في حالات الأوبئة على الحكومات أن تخصص الفحوصات أن تكون مجانية، لكن هنا بلبنان عليك أن تدفع كي تجري هذا الفحص، وهو ما لا يستطيع كل اللبنانيين أن يفعلون بما أننا في حالة اقتصادية سيئة. طيب دكتور صابر، في اسطنبول يعني دعني يعني اضرب مثلا مصر، هل الدول العربيه وبالقلب منها مصر تملك البنيه الطبيه المؤهله لمواجهه هذا المرض برايك؟ وما الاجراءات التي ينبغي ان يقوموا بها لمحاصرته؟ الاصل ان في مصر يوجد كوادر طبيه بشريه ممتازه جدا، وممكن اذا كان في اراده فعلا لدى الحكومه ان تواجه مثل هذا الوباء، ولكن عندما تغيب الإرادة وعندما تغيب يعني أهمية المواطن لدى هذه الحكومة يعني وأيضا يعني الحكومة تضع صحة المواطن وأمن المواطن وأمن القوم للمواطن في كفة، ومصالحها الخارجية مع الحسابات الأخرى مع بعض الدول في كفة أخرى، فهنلاقي أن فعلا المنظومة الصحية رغم أن هي قادرة ولكن لا توجد إرادة وإدارة فلن ينجح. ما الإجراءات التي ينبغي أن تتخذها مصر حتى تواجه يعني تفشي محتمل لهذا الفيروس فيها؟ ألف به تطبيق موضوع الحجر الصحي. الحجر الصحي المفروض أول حاجة المفروض تاخد إجراءات ضد خطوط الطيران اللي موجودة، وتنظر إلى الدول التي منتشرة فيها وتعمل حظر على الدول المواطنين لا يأتوا من هذه الدول. ثانيا المواطنين تعلن حقيقة عن عدد الإصابات ومن المصاب حتى يتم اجتنابه، حتى لأن هو إذا كان هذا المصاب موجود ولم تعلن عنه ولم يتم تشخيصه صح، هذا المصاب يعدي أهله ويعدي المخالطين له ويعدي زملائه في العمل كل هذا ينتشر الوباء بسرعة شديدة جدا بسبب عدم تشخيص صح وعدم وضع هذا المصاب في حجر. ده ألف به إن هو لو قعد في البيت وبس كده دي ألف به حجر صحي، إن المواطن اللي المفروض شاكين فيه إن هو عنده أعراض الإنفلونزا العادية، عنده أعراض حرارة عالية، جفاف في الحلق، سعال شديد، يقعد في بيته. ولكن عندما هذا المواطن يجلس في بيته هتلاقي الحكومة أو صاحب العمل يعمل له غياب ويعمل له جزاء ما جيتش. طب هو مريض وهو يعني جلوسه في منزله حماية لزملائه في العمل، هذا لا يطبق. موضوع الدراسة وانفتاح الدراسة والحفلات والمنتديات الرياضية والدورات كل شيء يمشي طبيعي خالص. طب انت يعني ليه كده؟ المعتقلين 50,000 معتقل اللي موجودين دول لو انتشر فيه لا قدر الله انتشار حالة بس الدنيا
يا فندم إذا كانت لو في إرادة مصر قادرة بكوادرها الطبية أن هي تقاوم هذا الوباء ويكون انتشاره محدود جدا، ولكن في ظل هذا حكم العسكر الانتشار والوباء في خطر ومصر في خطر، ومش مصر لوحدها، ده كل الدول المحيطة في خطر. زي بنقول مصر صدرت 100 حالة لكم دولة مختلفة، ال 100 حالة دول عملوا كم إصابة؟ فاحنا بنقول حجر صحي ألف به، الناس اللي عليها عندها أي شبهة تقعد في البيوت، الدراسة ممكن تؤجل شوية، الأماكن العامة تغلق، دور السينما والكافيهات والأشياء دي تغلق، زي ما يقول لأن حالة واحدة معرضة أن هي تصيب 100 حالة في يوم واحد، لأن اتخاذ الوسائل النظافة الشخصية، الأماكن المفروض اللي هيعطس ده لو راح حط إيده على عطس على المكتب وزميله حط إيده على المكتب ومسح في عينيه انتقلت العدوى. فالخطورة في ليست الخطورة في وباء كورونا ان هو شديد المرضية او مميت، ولكن الخطورة في انتشاره بشكل وبائي. وللأسف الشديد الفيروس كورونا هو فيروس متحور، يعني هو كان اول هو سارس تحول الى كورونا كورونا اللي كان في الحيوانات فقط مستحدث، انتقل الى الان من الحيوان للانسان، تحور ايضا وباء يصيب الانسان للانسان، فكل هذا تحور لهذا الفيروس. فزي ما بنقول لو ما اتخذناش اجراء سريع لمكافحه هذا الوباء الفيروس هينتشر وانتشاره يؤدي الى تحوره اكثر، ومش هنعرف نوصل لتطعيم او فاكسين يقاوم هذا الفيروس. نعم. طيب استاذ نور، حقيقة الحديث عن الدول العربية والسيطرة على هذا الوباء مرتبط عضويا بالحديث عن إيران، هل تملك إيران فرص السيطرة على هذا الوباء الذي يبدو أنه يعني يخرج عن السيطرة بشكل جعل الدول الأوروبية تتداعى لمساعدة إيران بالمال وبالإمكانات حتى تسيطر عليه، هل تملك إيران الآن السيطرة على هذا الوباء؟ أولا إيران لا تملك، ثم ليست هناك نوايا لأن تسيطر على الوضع. هذه أحسن فرصة للنظام الإيراني. الآن الشارع الإيراني الغاضب على النظام عاد إلى بيوته، وهناك انتشار الوباء بشكل مخيف في إيران. أزمة إيران في الواقع ليس الفيروس، أزمة إيران سقوط المنظومة المذهبية في داخل البلد. الذين ابتلوا في الدرجة الأولى هم المعممين. الآن المعمم ترك عمامته، حلق لحيته، غير زيه الخاص ولبس البدلة ويهرب إلى المناطق البعيدة، لأنه قيل أنه في المناطق الباردة في المناطق الحارة الفيروس تموت وكذا. وأزمة الشعب ومشكلة الشعب أنها كيف تحافظ على مدنها. إيران رفضت الحجر الصحي والقرنطينة لمدينة قوم وطهران وأصفهان. وبالتالي لماذا رفضت الحجر الصحي؟ لأن هذه مدن مقدسة والناس المراجع رفضت كيف تحجر الإمام وهو الذي كان يشفي العليل ويشفي الجميع، صاحب المعبد الكبير. ماذا يعني هذا؟ مزيدا من التفشي؟ مزيدا من التفشي. اليوم مثلا في مدينة حدودية على حدود الإمارات مدينة تشابهار تم إحراق سيارة أحد المعممين بعدما عرف أنه معمم. الناس مسكوا السيارة فقط من أجل رقم السيارة، لأنه يقف وراء عدم فرض الحجر الصحي، لأنهم ينقلون المرض، هم كلهم مبتلين بالمرض. لكن أستاذ نور، هل إيران قرارها داخلي في هذا الأمر؟ يعني هذا الوباء عالمي والقرار ربما يتعدى الحدود الإيرانية، ليكون هناك قرار دولي بإلزام إيران على إجراءات معينة حماية للعالم في النهاية. هذا الإلزام إيران، ومن يستطيع أن يلزم نظاما طائفيا لا يهمه لا شعبه ولا العالم كله. إيران يؤدي دورا وظيفيا في هذه المنطقة، ومن مصلحة الغرب الحفاظ على هذا النظام الطائفي في إيران، فيتم دعم هذا النظام باسم دعم هذا ليش محاربة الفيروس وكذا، ثم يتم لملمة الموضوع بشكل ما. لكن أن يموت نصف الشعب الإيراني لا يهم النظام الإيراني بتاتا. يعني هل هذا الكلام قد يكون يعني منطقيا بالنظر إلى أن هذا يشدد وبالنهاية يشكل تهديدا على الأمن للنظام السياسي الحاكم؟ الأمن النظام السياسي الآن النظام السياسي آمن،
لأن الناس خلاص خافوا. وإيران الآن أنا أتوقع في الأيام القادمة ستكون يعني تضخيم الأمر بشكل أكبر، خاصة لجلب مزيد من الدعم الخارجي. وإيران طبعا في وضع لا يحسد عليها، والحصار الاقتصادي متوقع أنها سترفع لإيران بهذه الحجة، فالوضع في المنطقة نحو الأسوأ. طيب أستاذ عمر، يعني كما قال الدكتور محمود صابر وهو متخصص بأن بعض الدول العربية قد تمتلك البنية الصحية المؤهلة لمواجهة هذا الفيروس لكن لا تملك الإرادة. طيب إذا كانت بعض الدول التي تمتلك المؤهلات لا تمتلك الإرادة، بينما دول أخرى ربما تمتلك الإرادة ولا تمتلك المؤهلات، في ظل هذه السردية إلى أين تتجه الدول العربية في صراعها إن صح التعبير مع هذا الوباء العالمي؟ والحقيقة أنا أعتقد أن لا توجد دولة عربية، يعني نتكلم عن مصر وسوريا ويمكن دول الخليج مختلفة، لا تمتلك البنية الصحية المناسبة. البنية الصحية مش دكاترة بس، دكاترة وخطط للطوارئ ومعدات صحية وغيرها يعني، ومستشفيات. احنا عندنا عدد الأسرة قليل جدا على عدد على السكان في يعني قيمة محددة للكلام ده. فالموضوع مش موضوع كوادر طبية بس، كوادر طبية والظروف اللي بيشتغلوا فيها يعني ظروف أصلا معدية. فأنت أولا أنت لازم تعرف الطريقة اللي تكتشف بها المرض، هل أصلا مصر عندها الطريقة دي ولا هو مش عارفين؟ يعني هو بيقول لهم أنا عندي 100 حالة، هو 100 حالة اللي اكتشفها أو اللي ظهر عليه أعراض المرض بعد كده، لكن في البداية هو عنده قدرة على الكشف زي بقية الدول التانية؟ هل عنده قدرة بعد كده إنه يعمل عزل، والعزل ده العدد قد إيه؟ وإيه الكوادر الطبية اللي شغالة؟ وإيه خطة الطوارئ اللي عاملها؟ وازاي يخلي الكوادر البشريه تقدر تستوعب حال الحاله اللي موجود؟ فبالتالي بيريح نفسه يقول لك انا ما عنديش وخلاص يعني يريح دماغه. لكن طبعا البنيه الصحيه مش متوفره، عدد المستشفيات مش كافي، عدد الكوادر مش كافي، خطط المواجهه مش كافيه، فبالتالي المتوقع تكون مشكله كبيره جدا لو حصل انتشار كبير للمرض، هتبقى ازمه كبيره. واحنا شفنا ايران على سبيل المثال ما عندهاش، رغم ان هي الى حد ما دوله متماسكه اكتر من كتير من الدول العربيه، لكن ما عندهاش المنظومه الصحيه اللي تقدر تستوعب كل الامور دي. ده بالاضافه كمان لان في قرارات بتتاخد مش في صالح الناس، قرارات سياسيه. يعني مثلا في مصر انا علشان ما اضربش السياحه، ما اضربش الموسم السياحي، انا مش هقول ان عندي كورونا، برغم ان في 80% من الحجوزات اتلغت فعلا، لكن هو ده التفكير بيحاول يبقى يظبط كل، ومتخيل انه يقدر يظبط كل المعدات في صالحه هو. فانت عندك الجزء الثالث الفساد الاداري، يعني كميه الفساد في وزاره الصحه المصريه هائله، مليارات من الفساد. فمنظومه الفساد دي لما بتخش في اي سيستم بتبوظه، ما بتقدرش تعمل منتج. فانت عندك ازمه، ده في الطبيعي، يعني انت في الطبيعي عندك مشكله في الصحه، فتخيل في حاله الازمه ايه اللي بيحصل. ففي مشكله كبيره في البنية الصحية كلها، مش بس الكوادر، في مشكلة في ان القرار مش نابع من مصلحة الناس، نابع من رؤية الجهاز الامني والمخابرات اللي بيشتغل في مصر. والحاجة الثالثة كمان الفساد الاداري اللي متوغل في مؤسسات الدولة، فبالتالي ما تقدرش ابدا تسيطر على موقف خالص، يعني عكس الدول المتماسكة الى حد ما. وشفنا زي ما قلت لك في الدول الاوروبية بتقدر بتعترف بالحقيقة وبتقدر توجه، عندها خطط للمواجهة، ولو ما عندهاش بتقدر تنتجها، لأن في عنده سيستم، منظومة أساسية قادرة على التعامل مع الأمور والملفات. يعني الأمن الصحي، ترى أن الأمن الصحي في الوطن العربي في الدول العربية يكاد يكون مهددا؟ مأساة. معاك عندك مصر مثلا أعلى نسبة فشل كلوي في العالم، بقالنا كتير جدا نسبة عالية جدا من الفشل من الالتهاب الكبدي الوبائي، مشاكل كبيره جدا في الـ 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 الصحه المصريه. فالكلام ده من 20 30 سنه وما اتحلش، فهل متوقع انه عنده منظومه صحيه تقدر تواجه حاله وباء بالشكل ده وهو ما عندوش خبره كمان فيها؟ طبعا يعني اشك بقوه. يعني اشكرك شكرا جزيلا، وبدورنا اتمنى العافيه والخير للدول العربيه. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني، والأستاذ عمرو عادل الكاتب الصحفي، وعبر الشاشة من إسطنبول الدكتور محمود صابر استشاري التحليلات الطبية، وعبر سكايب من بيروت الأستاذة سوسن مهنا الكاتبة الصحفية. كل الشكر لكم مشاهدي الكرام، في حراسة الله.